راحتي يا إخوتي في خلوتي، راحتي يا إخوتي في خلوتي، وحبيبي دائما في حضارتي، راحتي يا إخوتي في خلوتي. لم أجد لي عنها أشد لي عن هواه عظم، وهواه في البرايا محنتي راحتي يا إخوتي في خلوتي. أسروري وحياتي، أسروري وحياتي دائما 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 تأتي فيك، وأيضا نشوتي تأتي فيك، وأيضا نشوتي دائما 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 هاجرت الخلق جميعا ارتجي، قد هاجرت الخلق جميعا ارتجي منك وصلا، فهو هو اقصى بنيتي منك وصلا، فهو هو اقصى بنيتي، قد هاجرت الخلق جميعا ارتجي، قد هاجرت الخلق جميعا ارتجي منك وصلا، فهو هو اقصى بنيتي منك وصلا، فهو هو اقصى بنيتي، قد هاجرت الخلق جميعا ارتجي، قد هاجرت فهو هو أقصى بنيتي منك وصلا، فهو هو أقصى بنيتي دائما 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 دائما. دم دم دائما 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 دم د
أغنية أم كلثوم بالأخص اللي هي الأطلال، وكل أغاني أم كلثوم لكن الأطلال بالأخص كانت على أسطوانة، وكنت نشوفها ونتبعها ونتفرج في الأسطوانة اللي هي الدور اللي هي إيبنوتيك، تاخذك مع الأغنية، فالأغنية كياني الأغنية ولات لبستك، ولا كياني الأغنية ولات عايشة فيك. فالأطلال هو يمكن أكثر أغنية تعلمت منها، وطبعاً السيدة أم كلثوم، ومثلاً أغنية تجلى كأنها أغنية أطلال أخرى، كأنها نفس المقام نفس التغييرات نفس الحاجات اللي فيها. فتجلى بالنسبة لي كأنها ممكن تكون هي حفيدة أم كلثوم، نجم تكون عملت تجلى، أغنية تجلى على ذاك. أنا ما غنيت أم كلثوم كان على خاطر من مبدأ أنه أم كلثوم جدتي، أن أنا حفيدتها، يعني كل الجيل اللي كبر على أم كلثوم يتسمى أحفادها وأولادها. فهذه هي مدرسة أم كلثوم وتأثيرها عليا، في تلقاها في كل الغنيات اللي نعملهم اللي لحنهم واللي نغنيهم وساعات نكتبهم، تلقى تأثير مدرسة أم كلثوم. تخلى تجلى 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 الحب في القلب، إنما لا لحبيب يهجر الحشا إذا ما اكتفى. تجلى الحب في القلب إنما لا لحبيب يهجر الحشا إذا ما اكتفى، ولا لمبتغى. فالحب أبقى مني ومنك،
فالحب أبقى مني ومنك إذ كلانا من كلانا ارتوى. أكان خصامنا الحب؟ أكان خصامنا الحب؟ أكان خصامنا الحب فتقاسمناه فيما بيننا؟ لك ما لك ولي ما لي، لك ما لك ولي ما لي. وأخذتنا الريح رمادا وحصى، وأخذتنا الريح رمادا وحصى، وأخذتنا الريح رمادا وحصى. وحيدين بلا درب، كل على حب، أنت أنت وأنا أنا، وداعا لي وداعا لك، وداعا لي وداعا لك، وداعا لنا. والحب أبقى إذ كلانا من كلانا ارتوى. حبا بالحب توحدت بي، ولله تجلى عني سر الهوى. حبا بالحب توحدت بي، حتى بت حرا من كل قيد وضعته، واكتملت بذاتي كاكتمالي بربي، واكتملت بذاتي كاكتمالي بربي. فالروح طافت بخمرة العشق حتى خرقت بالخمر، وطاف كلي فلا ثملت ولا صحوت ولا نجوت بكلي. فلا ثملت ولا صحوت ولا نجوت بكل، والقلب هام غرعا فلا حرج ولا ملام. فالقلب هام غرعا فلا حرج
والقلب هام غراما فلا حرج ولا ملام. والقلب هام غراما والقلب هام غراما فلا حرج ولا منام. والقلب هام غراما فلا حرج ولا ملام. فالقلب هام غراما فلا حرج ولا فتعالى يا نديما يشكو الظما واسق الفؤاد هنا وتمدد بظلي ولا تسألني من أنا ولا تسألني من أنا ولا تسألني من أنا حين يمر دربك على دربي ولا تسألني من أنا حين يمر حبك على حبي. عشان نجي نحكي عليه هو تأثير القرآن الكريم وبالأخص بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. تأثير من ناحية اللغة العربية، جمال اللغة العربية، جمال الكلمات، المعاني، الحرف اللي تحس إنه بما إنه ثم يعني كنت صغيرة كنت نسمع كلام ربي وكلام المقدس والطريقة التجويد وطريقة التلاوة. يظهر لي هذه هي أول مدرسة موسيقى نجم تكون هي القرآن الكريم. ونجم نقول اللي أكبر تأثير هو تأثير عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، خصوصا أنه كل ما كنت نسمع زادة تلاوته كان معايا بابا الله يرحمه، كان يشرح لي ساعات بعض الأبيات، يرجع يحكي لي مثلا قصة سيدنا يوسف ويفسر لي ويشرح لي. هي مرتبطة بالعيد، هي مرتبطة بكل بالصباح وقلين بابا يوصلنا المدرسة، مرتبطة برش حاجات برش ذكريات. والشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان دايما دايما موجود، يمكن هو يكون أكثر تأثير، أكثر شخصية أثرت فيه حتى اليوم. عليكم بدمعي مشتاق بكل صبح وكل شراق حكي عليكم بدمعي مشتاق قد لسعت حية الهوى كبدي قد لسعت حية الهوى كبدي
فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب إلا الحبيب إلا الحبيب الذي شغفت به فإنه رقيتي وأدراقي بكل صبح وكل شراق هبكي عليكم بدمعي مشتاق قد لسعت حية الهوى كبدي قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب إلا الحبيب إلا الحبيب الذي شغفت به فإنه رقيتي وأدراقي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب إلا الحبيب إلا الحبيب الذي شغفت به فإنه رقيتي وأدراقي فإنه رقيتي وتراقي
أكيد 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 هيكون انقطع الوصل والحب موصول، تستطيل المسافات وتنقطع السبل، والشوق باق والمحبة في القلوب تجول. موصولين دايما يا رب. موصول. Après, on fait mon souk. Faut mon souk. Ok. إلى الأرواح التي لا ينقطع وصلها، انقطع الوصل والحب موصول، انقطع الوصل والحب موصول، تستطيع المسافات، تستطيع المسافات وتنقطع السبل، والشوق باق والمحبة في القلوب تجول. انقطع الوصل والحب موصول، تستطيع المسافات وتنقطع السبل، والشوق باق والمحبة في القلوب تجول. انقطع الوصل وملح العين تواق، انقطع الوصل وملح البحر طواق، تستطيع المسافات، تستطيع المسافات وتنقطع السبل، والشوق باق والمحبة في القلوب تجول. والشوق باق والمحبة في القلب.
القلوب تجول. وحشتكم. هل أنا مغنية أصلاً؟ ساعات نفكر نقول اللي أنا حكاءة أكثر من إني أكون مغنية. حسيت خصوصاً وقت اللي كتبت كتاب اسمه روميو وليلى، وهو قصة البحث عن الذاتية، ممكن نجم تقول قصة صوفية، نجم تقول سيرة ذاتية. الكتاب هذايا بدأ بالأغاني، بالموسيقى، بدأ بالرسم. الساعة بدأ بالرسم، رسمت كل اللوحات اللي فيه، ومن الرسومات كتبت حكاية. فحسيت انه وكأني حكاءة اكثر من انا مغنية. الغناء وسيلة مثل الرسم، مثل الكتابة، مثل الرقص، مثل حتى السينما والافلام والحاجات هذم الكل، يعني هذم الكل طريقة باش توصل بيها افكار، توصل بيها حكايات. انت شاهد على العالم اللي انت عايش فيه، فبتوصل. كيفاش توصل؟ عن طريق الكتابة، الرسم، الغناء، الرقص، التمثيل، كل وسائل، يعني الطبخ، انك تطبخ اشياء، يعني تخلط اشياء مع بعض وتطبخ هذه كلها فكرة انك تحب الناس وتحب تتواصل معهم وتحب توصل لهم فكرة وتحب تحكي لهم على تجاربك ممكن تفيدهم، تحب تسمع تجارب الناس الاخرين ممكن تفيدك. فممكن لو ما كنتش مغنية، لو انا مغنية فانا حكاءة اكيد. Once upon a time, somewhere in my childhood, somebody told me, "You're weak, you should rest." Another one told me, "You're ugly and should hide." The third one told me, "Only princesses are allowed to look at the sun." What monsters they are. Once upon a time, you came in my dream and told me, "You're powerful, you should fly. You're beautiful, you should dance. You're a princess, look at me. I am the sun." كان يا مكان في أحد الأزمان، كان يا مكان أحد قال لي، "ضعيفة أنت، عليك أن تنامي." وقال آخر، "قبيحة أنت، عليك أن تختفي." وقال ثالث، "الأميرات وحدهن لهن الحق في رؤية الشمس." صار يا ما صار في أحد الأمصار، وجهك من حلم أطل، قال لي، "قوية أنت، عليك أن تحلقي. جميلة أنت، عليك أن ترقصي. أمير
أنت انظري، أميرة أنت انظري إلي. أنا الشمس استفقت من حلمي، عيوني ترنو إلي. استفقت من حلمي، عيوني ترنو إليك. استفقت من حلمي، عيوني ترنو إليك. استفقت من حلمي، عيوني ترنو إليك. رقصت حلقت، رقصت حلقت، رقصت حلقت، رقصت حلقت. اتهمني حبك كبرق، أضاء ذاتي. اتهمني حبك كبرق، أضاء ذاتي. اتهمني حبك كبرق، أضاء ذاتي. اتهمني حبك كبرق، أضاء الوحوش النائمة تحت الظلال لا تحتمل، لا 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 تحتمل الضياء. الوحوش النائمة تحت الظلال لا تحتمل، لا 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 تحتمل الضياء. الوحوش النائمة تحت الظلال لا تحتمل، لا 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 تحتمل الضياء. الوحوش النائمة تحت الظلال لا تحتمل، لا 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 تحتمل الضياء. آمنت بأحلامي، لم تعد ترعبني الوحوش، لا 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 لم تعد ترعبني الوحوش، لا. وقت اللي كنت نغني أنا، من وقت اللي أنا صغيرة ونحب ياسر نغني، ونحب نحب الأفلام المصرية، نحب كل الثقافة المصرية اللي كانت وصلنا للدار. كيفاش انه الغناء يكون ماهوش منقطع، مش منفصل على الحياة بتاع كل يوم، مش منفصل على الحياة عموما، ويصاحب كل فترة كل لحظة في حياتنا. فنغني من أنا صغيرة، نحب الغناء، وكانوا زادة كيف كيف ما كانش عنا آلات موسيقية، كنا نقعد مع بعضنا نساء بنات ونقعد نلعب موسيقى ونغني وكل شيء، يعني غرام ومزاج كما نقوله. لكن هو وقت اللي جيت لبلجيكيا ولقيت نفسي، وقتها كانت بداية الموسيقى العالمية، ولقيت نفسي وكان ثم طلب وقتها من الجمهور الأوروبي إنه يفهم أكثر عن ثقافتك، يعرف أكثر عن ثقافتك. أنت كالعربية في أوروبا كان ممكن تتكلم على ثقافتك من خلال الموسيقى. فلقيتني من أول الناس اللي بدأت يعني في التسعينات في الموسيقى العالمية، وكانوا يخلطوا، كانوا يبدأ ثم حد جاي من الهند يقع مع حد من أمريكا، مع حد من بلجيكا، مع حد من بلدان عربية ولا من تركيا، ونقعد مع بعضنا ونقعد نلعب ونغني وحتى الصباح، وهي بس لقاءات في المقامات نعرفوها بالإحساس، نعرفوا اللي يعرفها لأنه درسها، واللي يعرفها كيفينا بالإحساس وبال. ووقتها زادة كانت فرصة، شوف سبحان الله، مفضل عدوم عازف العود اللي هو تونسي،
وكان ممكن نتقابله في تونس، ما تقابلناش في تونس، كان حتى هو جاي لبلجيكا باش يدرس في بلجيكا وتقابلنا هنا وقعدنا نلعبوا باشونات حتى لليوم. يعني مفضل كيف نعزف موسيقى مع بعضنا، نكون طايرين وكأننا قاعدين في بيت عنا في تونس، في دار في تونس، ونغنيوا مع بعضنا ونرجعوا لريحة البلاد كما نقولوا، ترجع لنا ريحة البلاد وذكريات البلاد. فممكن هذوما الحاجات اللي خلوني بديت الموسيقى، بديت ممكن كقعدت في تونس ما كنتش نبدا الموسيقى ونغني. كان ثم طلب باش نكون سفيرة الثقافة العربية في أوروبا في التسعينات، وما كنتش نتخيل إنه المشوار باش يكمل حتى لليوم. الأولى أرزاق والتانية أسماء والتالتة بشتاء. الأولى أرزاق ما فيش حيلة ولا سكة، والتانية أسماء عيال بتحب عالدكة، والتالتة بشتاق، والتالتة بشتاق لطعم الفرح والضحكة. الأولى أرزاق ما فيش حيلة ولا سكة غير المكتوب، والتانية أسماء عيال بتحب عالدكة ورسمة قلوب، والتالتة بشتاق، والتالتة بشتاق لطعم الفرح والضحكة يا شيخ أيوب. الأولى أرزاق ما فيش حيلة ولا سكة غير المكتوب، يقسم كله على الحتة وكله نصيب. ما تزعلش، والتانية أسماء عيال بتحب عالدكة ورسمة قلوب لكل الخلق اللي انت ملكش حبيب. ما تزعلش، والتالتة بشتاق لطعم الفرح والضحكة يا شيخ أيوب. أنا مليت أنا مليت، حدو إمتى؟ فقال لي قريب. ما تزعلش، صعب صعب اني احكي عن the best performance، لكن كل performance خاصة جدا، كل performance ممكن نقول عنها best، لكن وعمري ما ندمت على اي performance وعمري ما ندمت على اي حاجة. لكن ثم performance نتفكرها، حفلة غريبة شوية، اطوارها غريبة ومكانها غريب وحالتي كانت غريبة. اولا كنت حامل، ثاني حاجة كان المكان سجن، سجن هنا في بروكسل، وكانت الحفلة حفلة يعني عادية، يعني نفس الموسيقى اللي بتغنيها برا لكن انت داخل السجن.
والسجناء كلهم رجال وكثير منهم عرب وأتراك، لكن ففي كل الجنسيات، لكن أنت تدخل المكان هذايا وتحس إنه هذا جمهورك كأي جمهور، وتحس اللي تحس الإحساس في الأول كان غريب جدا، كان إنه مين أنت يعني عشان تدخلي هالمكان وتوقفي قدام يعني السجين؟ ممكن ترفي عنه يعني ترفع عنه شوية، لكن وكأنك أنت جاي يعني وكأنه شيء خفيف إنك تغني وإنك جاي تغني وتفرح، يعني كيف بدك تفرح والناس مسجونة والناس يعني في كانت أحاسيسي في الأول غريبة شوية، لكن سريعا بعد ما لكن في آخر الحفلة جاني كم سجين وشكرني وقال لي قديش الحفلة أو الغناء نفسه وساه، قديش حس بفرحة وهو في قلب الحزن بتاعه، كيفاش حس إنه حسيت إنه مهنتي أو حفلتي أو الغناية كان له لازمة. زادة طبعا فكرة انه جبت ابني ونتفكر زوجي وقتها قال لي لازم تكون احلى حفلة ولازم تحترمي الناس اللي انت مشيت لهم وتعطيهم كل الطاقة الممكنة باش ينجموا يستحملوا الحبس والسجن، واللي احنا الحمد لله يعني مش مسجونين وكل، لكن اليوم زاد في اطار يعني الكوفيد وال الكورونا والسجن وكله، ممكن نجم ونفهم شويه الوضع بتاع السجناء هذوما. anyway يلا الحريه للكل. let's go موفا ألم 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 ألم
إن أنا آن أنا آن أواني ألم 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 بدائه إن أن آن أنا آن أواني يا مسكني وسكني وسكينتي يا مسكني وسكني وسكينتي يا مسكني وسكني وسكينتي وسكينتي وسكوني وسكوتي وسكتي وسكينتي وسكوني وسكوتي وسكتي وسكراتي 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 وسري وسريرتي يا مسكني وسكني وسكينتي أن آن أنا آن أواني إن أن آن أنا آن أواني ألم 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 أن آن أنا آن أواني حبيت نشكر المجمع الثقافي بأبو ظبي على الاستضافة هذه وعلاقتي بأبو ظبي علاقة لها من 4 سنين مشيت لأبو ظبي في مهرجان الكتاب باش نقدم كتابي روميو ليلى مرة ومرة كنت ضيفة باش نقدم كانت ندوة عن ابن عربي لأني غنيت
لقد كنت قبل اليوم أنكر 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 صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. لأني غنيت من أبيات ابن عربي فاستضفوني هناك وتعرفت هناك على الشعراء وعلى الكتاب وعلى الكتاب وعلى البلد وعلى البحر وعلى الشاطئ وعلى الـ 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 وعلى العباية وعلى جمال الناس في أبوظبي وجمال ولا عندي أصحاب وأصحاب مقربين. فعلاقتي بأبوظبي مبسوطة بيها وفرحانة بيها برشا وحبيت الاستضافة دي، وإن شاء الله يزيح عنا يا ربي الوباء هذايا ونرجعوا نتلموا من جديد ونحضنوا بعض من جديد. حبيت نشكر مرة أخرى المجمع الثقافي في أبوظبي، وحبيت زادة نشكر دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أيضا. إلى اللقاء، إن شاء الله تكون حفلتنا عجبتكم وإن شاء الله نتلقاو في ساعة سعيدة. شكرا. We'll meet again and soon, inshallah. Keep safe, stay safe. Now I'm going to put my mask and see you soon.